اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في خبر اليوم، نقدمه لكم من قناتكم شوف تيفي. انعقد بالمقر المركزي لحزب الاصالة والمعاصرة بالرباط صباح اليوم الجمعة ندوة صحفية لممثلين عن تنسيقيات الملتحقين بالحزب من العدالة والتنمية عن جهة مراكش وجهة فاس مكناس. وانطلقت الندوة بورقة تعريفية لعضو المكتب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة، والذي اكد ان الملتحقين ليسوا سوى ممثلين عن تنسيقيات تضم المئات من الأعضاء بحزب العدالة والتنمية عن جهة مراكش أسفي وجهة فاس مكناس. لنتابع في هذا الصدد أبرز لحظات هذه الندوة الصحفية. وتيبوا السيد الكاتب الاقليمي، فاش جلسنا مع الكاتب الاقليمي وشهدوا جوج الكتاب محليين. الحزب الاصاله والمعاصره بداعي الانتقام ابدا. محمد رضا سلاوي الكاتب الجهوي السابق لحزب العدالة والتنمية بجهة فاس كان من بين من اختاروا تغيير جلدهم واختيار حزب الأصالة والمعاصرة من أجل المنافسة في الانتخابات التشريعية المقبلة، والذي كشف لشوف تيفي الأسباب التي جعلته يقرر هذا الاختيار. لنتابع. قلت لكم غندير السياسة نديرها مع حزب الأصالة والمعاصرة، نظرا لهذا النظر حتى الفارق بين المرجعيه اللي كنت كنامن بها وكان قلبي لها وكنت اؤمن بها بواحد الايمان كبير، ثقه مبلغ يعني كامل الثقه، وكنت وفيا لحزبي حياتي كلها بعد ان كنت من المؤسسين. ففعلا اخترت حزب الاصاله والمعاصره، اخترته ل اولا الاطر اللي اتصلوا بيا قبل ما يتصل بيا الامين العام الياس، كانوا في المستوى قال لك هذا الحزب ديال المغاربه ما تخافش انك متوجد نفسك، قالوا عارفينك حنا من اتجاه، انت كنت في اتجاه اسلامي وعارفين اخلاقك عارفين سلوكك، ولكن الان ستجد احنا لايقين ستجد راحتك وستجد لذتك وستجد حريتك داخل هذا الحزب. قبل شهرين من انطلاق فعالية الانتخابات التشريعية، حزب رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران تلقى ضربة موجعة بهجرة جماعية للعديد من المنتمين لحزبه، لكن قساوة الضربة هي أن طيور حزب المصباح قررت وبشكل أذهل جميع العالمين بخبايا المشهد السياسي الهجرة إلى العدو اللذوذ الأول لأصحاب بن كيران، ويتعلق الأمر بحزب الأصالة والمعاصرة. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى ختام خبر اليوم، دمتم في رعاية الله.